طب احنا جالنا ده ورجعنا للصيف. ايوه ما تضحكيش عليا، لعبتي كام مره و... مش كتير. عملتي ايه بقى؟ بس وليه؟ يعني الى حد ما كنت بعرف والله، بس ما اعرفش اذا كان دلوقتي لسه بعرف ولا لا. المضرب كبير قوي يا رنا، مش عايز اقعد بقى وامسكوا ايدي وتقيل. والله العظيم ايوه حصل. انا الراجل في ايديك الاثنين. هعمل ايه؟ تلعبي زي التنس يعني كده. وبتخسري ولا بتكسبي؟ وقولي الحقيقه. بخسر طبعا. ايه السؤال ده؟ طيب يعني طب بتستمتعي يعني؟ بستمتع طبعا حتى لو خسرت. ايه يعني؟ المهم ان احنا لعبنا وانبسطنا. طب ايه تاني؟ ايه تاني والله؟ تعالي بقى ندخل شويه كده ناحيه الرمل. ما عملتش كده على الرمل؟ ما رسمتش اللي هي اللعبه بتاعت السيجا دي وحطيت زلطات كده انا 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 واكس او وحاجات. انا عملت بس انا بقول لك الحاجات عارفه اللي هي الغشيمه بتاعت الشباب. مش عايز ادخل الناس في الموضوع، بس هو النظام نضحك على واحد وتعالى عشان نصورك ونحفر حفره كبيره وما نطلعهوش ونسيبه. شرانيين انتوا قوي برضه. الحاجات اللي هي الهزار مسيين. احنا غلابه. هزار تقيل. وبعدين اللي هو نرمي الراكت مثلا، ايه الكره اللي نرميها في الميه قصدين 10 مرات وهو يروح يجيبها يعني من البحر ويفتكر ان انا ما بعرفش العب. لا شر. لا ما كنتش بعمل الحاجات دي. لا لا شر. انا كنت غلبانه بقول لك. طب ايه تاني بتلعبي؟ ايه تاني غير الراكت؟ هو بنلعب كوره. كلب الحيران. صح صح صح. طبعا والله دي لعبتنا المفضله من واحنا صغيرين. وفي الميه كمان بنلعبها. يعني هي الكلب الحيران هي هي دي لعبتنا. أيوة المنديل طبعًا. كلب الحيران، كلب الحيران. الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح. طب تعالي بصي احنا عاملين، انت عارفه ملعب الراكت ولا مش عارفه؟ عارفه ملعب الراكت طبعا. ايه بيبقى شكله ازاي؟ الشبكه اللي هي عامله كده شبه بتاعه كره اليد شويه. صح. يا رب دخلت الالعاب في بعضها. يا رب ما تشيلوش الكلام ده في المونتاج. هو في ملعب راكت؟ هو ده مش ملعب راكت. تشتغلني محمود. شكرا. احرقتني قدام جمهوري يقولوا عليا ايه. يا رام يا رنا الملعب الراكت على الرمل. شبكه دي كده؟ لا ملعب. وبعدين تيجي تقولي شبكه وتقولي لي كره يد. الشبكه كره طائره. ايوه هي دي. طب يلا مش الطائره بيمسكوها بايديهم برضو شبه كره اليد على فكره. ما هو برضه والله لو شلتوها قلت طبعا عارفه ملعب الشبكه اهي. شبكه ايوه. شوف شبكه كره كره الطائره. لعبتي بقى انت كره الطائره دي؟ لعبتها يا عم عشان قصيره طبعا. كنت انا مش الكرة دايما يا بتخبط في الشبكه يا بتيجي تحت. لا اصل دي برضو ليها رونق في الصيف طبعاً. على فكره طبعا. وعارفه لما ما كانش بيبقى فيه شبك فاحنا كمان نقف نعمل كده بايدينا لبعض من غير شبك، لان صح. لو ما فيش شبك كنا بنيجي نعمل كده اصلا ما بقاش فيه شبك. فدي حاجه من الحاجات اللي طبعا ايه واقفين قدام ملعب الراكت طبعا يا جماعه. وانا طبعا عشان اشتغلني عشان عارف ان انا معلوماتي الرياضيه جميله جدا. طيب احنا هنكمل لقاء. هنديهم المايكات وهنمسك. نلعب؟ هنلعب لازم. امال احنا جايين الجزيره ليه؟ يلا بينا. طب انا هعمل سهل معاكي يعني عشان تتعودي عليه. ماشي. ايوه بقى. ايوه اهو شفت ده في السهل خالص. انا قدام الكاميرا يعني عشان ما تكسفش وعشان ملعب الراكت ده معمول ده ملعب دولي. العب يا دولي. طب اعملي بايديك الاثنين زي ما قلتي لي. خليك ايوه اعملي بايديك الاثنين كده. مفيش عضلات. جربي جربي عشان الباور. يلا انا اهو قربت شويه. ايوه والله حلو حلو. والله برافو. حلو شفتي رحت جبتها ازاي بالباك. خليكي بايديك الاثنين. خليكي ارجوكي. طب انا همسك الكره ولا بايديك الاثنين؟ يلا اهي واحده كمان اهي. يلا حلوه حلوه. انت قصدها دي انا عارف. شفت انا اصلا شاطره جدا. شويه نقط. ضعيفة قوي يا واحدة. محمود واحدة. طيب عالية. طيب بقى عشان ضعيفة. ايه ده ايه ده؟ انت هتخليني اموت في هفضل اعلمك لحد امتى؟ معلش. روح حطها من البحر بقى. زي ما بنعمل زي ما بنعمل. اختبار عالي. يلا استرها يا رب. استرها معانا يا رب. استرها معانا يا رب. خفت قوي تيجي في وشي. استنى خدي. لا سنة كده باليمين. معلش قصدي قصدي يا جماعة. هي قصدي قصدي. أيوة والله الشبكة هي اللي بعتتني. شفت؟ طب بقول لك إيه؟ أنا شاطرة والله. أنا شاطرة. سيبك من الشبكة أهو. ماشي يلا. يعني بقى بسيطة أهي. أوكي. تلاتة بس نكمل تلاتة. ماشي. حلوه برضو. حلوه حلوه. مفيش امل. كانت جايه الثالثه دي.
ايوه اربعه خلاص مش عايز مش عايزين حاجه تاني. احنا والله برافو احنا عملنا الاداء ودربتك كويس في ملعب الراكت ملعب الراكت فيلا بينا.